وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا اهدنا ورجع بنا واغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في امرنا وتولى امورنا كلها امين يا رب العالمين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه وبركاته ورضوان ولا عدوان. ما زلنا نقتبس انوارا من القران العظيم الكريم. ناخذ الايه التاليه في كتاب المكنون، القران الكريم في كتاب مكنون، عباره على وجه الكتاب اللي فيه علم الله الكل. ومكنون ماذا ما يعني؟ مكنون يعني يسار ولا تنتهي. وسناتي يوم القيامه ان شاء الله والرب راض عنا، وهو كانه لم يسمع ولم ينزل. ومكنون يعني محفوظ بطريقه ربانيه، لا يمكن اي انسان ولا جان ولا اي عنصر اخر أن يفكر في إيذائه فيؤذى. لا تحريف القرآن، قد سبق منكم يا لئام تحريف الكتب السابقة من كذا إلى كذا. أنتم تاريخكم تاريخ أسود، تاريخ كما قلت أنتم أهل الأرض الفلسطينية وأرض كنعان يسيل فيها اللبن والعسل، فلا إمكان في أن نجعلها في يد غيرنا. هذا ما تقولوا في تاريخكم يا لئام يا أوباش يا أهل الكذب والبهتان. نعود إن شاء الله تعالى إن شاء ربنا إلى البحث عن عدة معاني نابعة من الآية القرآنية.